إذا لم تخطئ فلا تسامح، إذا لم تخطئ فلا تسامح. يعني من الآخر كده، لو أنت ما بتغلطش ما تسامحش. السلام عليكم، ازيكم يا جماعه؟ عاملين اخباركم؟ يا رب تكونوا بخير وعلى خير. اهلا بيكم في فيديو جديد على قناتنا قناه فرهده. وزي ما انتم متعودين دايما قناتنا شعارها فضفضه من غير فرهده. يمكن النهارده الفيديو بتاع النهارده بيتكلم عن التسامح وازاي نعرف او نقدر نسامح. يمكن كتير مننا يعني بيقف يعني واحده لكل واحد، كل واحد فينا مش عايز يسامح التاني، واحنا اصلا كلنا بنغلط وكلنا خطائين، كلنا مش حد فينا ملاك، كلنا يعني لا استثني احد، كلنا بنغلط. فانت يعني من مقدمه الفيديو زي ما انا قلت كده، اذا لم تخطئ فلا تسامح، اذا لم تخطئ فلا تسامح. يعني من الاخر، لو انت اصلا ما بتغلطش ما تسامحش. انت اكيد بتغلط صح؟ وانا بغلط، كلنا بنغلط. طالما احنا اصلا بنغلط يبقى انت لازم تسامح، لو انت بتغلط يبقى لازم تسامح. ليه؟ لان انت اصلا اكيد برضه محتاج ان غيرك اللي انت غلطت في حقه ده يسامحك. يبقى انت برضه سامح غيرك عشان غيرك يسامحك، سامح غيرك عشان غيرك يسامحك. ولازم برضو نتعلم من ديننا ونتعلم من تعامل ربنا معانا. احنا كلنا ربنا اللي خلقنا بنغلط اخطاء رهيبه وبنعمل ذنوب وبنعمل معاصي، وربنا بيسامحنا اللي هو خلقنا، لان ربنا برضو عالم بينا. وبنرجع نتوب نستغفر ربنا ورب، يعني ربنا بيغفر الذنوب جميعا الا الاشراك، يعني الا الشرك بيه. اي ذنوب ربنا بيغفرها الا الاشراك. يعني وهتكلم في الفيديو بتاع النهارده عن مثالين يشجعونا على التسامح. يمكن احنا في ناس كثيره مننا متسامحه وبتسامح، وفي ناس لا، على الواحده تقف على الواحده، اقل هفوه لا خلاص كده الموضوع انتهى. ازاي يا عم؟ طب بالراحه. طب لا مفيش، هو كده. فيا جماعه موضوع التسامح ده يعني التسامح خلق عظيم، لو كلنا نتحلى بيه الدنيا دي هتتغير تماما. التسامح خلق عظيم وقيمة عظيمة، لو كلنا نتحلى بالخلق ده الدنيا ده تغير تماما تماما. يعني ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما حب يضع عنوان للتسامح اختاره في الاماكن اللي بتظهر اخلاق الناس في علاقتها. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم، قال ايه؟ رحم الله رجلا سمحا اذا باع، سمحا اذا اشترى، سمحا اذا اقتضى. لان هم دول الثلاث حاجات اللي بتسوق فيهم الاخلاق، لان هم دول الثلاث حاجات اللي بيكشفوا هل الانسان ده سامح ولا مش سامح. هيبان فين؟ هيبان في البيع والشراء والتقاضي. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم لما حب يضع عنوان للتسامح اختاره في المناطق اللي بيظهر فيها اخلاق الناس على حقيقتها. انت ممكن تتعامل مع بني ادم وتعجب ببساطته ولينه ان هو هين لين سهل، لحد ما تخش في التعامل معاه في الماديات او الفلوس ينقلب، تلاقي تاني انسان تاني خالص، ليه انسان تاني خالص غير اللي انت كنت تعرفه، وتستعجب تقول ازاي اصلا الشخص دوت هو الشخص ده. اول ما تخش التعامل في الفلوس او الماديات مع اي حد تلاقيه بقى حد تاني خالص، انقلب. طب ليه؟ ده بيدل ان اصلا انت خلق التسامح ده مش متحقق فيك، وان انت اصلا من جواك انسان مش متسامح، وان انت اصلا من جواك انسان مش متسامح. هاخد مثالين في موضوع التسامح ومش هطول الفيديو عشان خاطر يعني ما تملوش من الفيديو او من تطويله. المثل الاول، النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر من مكه الى المدينه، والرسول صلى الله عليه وسلم لما هاجر من مكه الى المدينه، مكه دي بالنسبه للرسول صلى الله عليه وسلم ليها قيمه عظيمه، وكانت احب ارض الى قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت احب ارض واحب مكان للرسول صلى الله عليه وسلم او لقلب الرسول صلى الله عليه وسلم. لما هاجر من مكه الى المدينه، وبعد فترة لما جه يرجع يفتح مكة تاني ورجع لمكة وهو منتصر وجمع كل الناس، وطبعا الناس كلها في مكة كانوا يعني متوجسين بقى خيفة، هيعمل فينا ايه؟ ده احنا ياما اذيناه وياما ضرناه وياما وياما وياما. والرسول صلى الله عليه وسلم يقف يقول كلمته الشهيرة، ماذا تظنون اني فاعل بكم؟
ماذا تظنون أني فاعل بكم؟ فهم يرد عليه يقولوا إيه؟ أخ كريم وابن أخ كريم، يعني طول عمرك سمح، طول عمرك هين لين سهل، طول عمرك بتسامح وبتعفو، يعني ده معنى كلامهم، أخ كريم وابن أخ كريم. فالرسول صلى الله عليه وسلم يرد عليهم يقول لهم اذهبوا فأنتم الطلقاء، اذهبوا فأنتم الطلقاء. الرسول صلى الله عليه وسلم عفى عنهم بعد كل الأذية وبعد كل اللي هو شافه منهم على مدار السنين اللي فاتت، عفى عنهم. ركم النبي صلى الله عليه وسلم ويبدأ يطوف بالبيت اللي هي الكعبة، وهو أثناء ما بيطوف بالبيت والكعبة بعد كل العفو ده، يجي واحد اسمه فضالة يحط خنجر في هدومه ويخبيه، لسه بعد كل العفو اللي عمله النبي صلى الله عليه وسلم لسه في قلب واحد غل وحقد من ناحية النبي صلى الله عليه وسلم، فيحط خنجر في هدومه ويخبيه ويبدأ يلف ويطوف في البيت ورا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيحس به النبي صلى الله عليه وسلم، يعني فيحس به النبي صلى الله عليه وسلم، فيحس به النبي، فيلتفت إليه كده فيبص له فيقول له بما تحدثك نفسك يا فضالة، بما تحدثك نفسك يا فضالة، يعني أنت نفسك بتقول لك إيه، دماغك بتقول لك إيه، عقلك بيقول لك إيه، فيقول له إني أذكر الله. فهو لقى نفسه اتزنق، قال له ده انا بذكر ربنا، يعني الراجل بقى بيلف بقى بالبيت بكلام من ده وبيطوف بالكعبه، فعمال بيقول لا اله الا الله محمد رسول الله، يعني كده يعني ان اذكر الله. فينظر الى النبي صلى الله عليه وسلم يبص له كده ويقول له ايه؟ اتق الله يا فضاله، اتق الله يا فضاله. ورفع النبي يده هيبطش بيه، يعني هينزل مثلا بايديه على وشه ويضربه مثلا بعد كل العفو ده، والرسول بقى راجع مكه منتصر يعني وفي عداد، ويحط ايده الرسول صلى الله عليه وسلم يحط ايده على قلب، على صدر فضاله، على قلب فضاله، على قلب فضاله، على صدر فضاله، وظل يمسح على قلبه وعلى صدره، وظل يمسح. يقول فضاله، يقول فضاله بعد ما اسلم وحسن اسلامه، قبل ان يضع الرسول صلى الله عليه وسلم يده على صدري كان ابغض اهل الارض الى قلبي، فما إن وضعها على صدري صار أحب أهل الأرض إلى قلبي. وتروي السير إن فضالة ده يعني أسلم وحسن إسلامه وصار من الصحابة المتميزين للغاية بإيه؟ بموقف تسامح من النبي صلى الله عليه وسلم، بموقف تسامح. شايفين موقف تسامح أدى لإيه؟ موقف تسامح عمل إيه؟ غير بني آدم خالص من كفر وحقد وغل لبني آدم مسلم وبني آدم مؤمن وبني آدم يعني ليه سيرة ذاتية في الإسلام، بسم الله ما شاء الله، حدث ولا حرج. ده الموقف الأولاني اللي احنا هنتكلم فيه عن التسامح. الموقف الثاني اللي برضو عايز أفيدكم بيه، سيدنا أبو بكر هو خليفة النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، خليفة المؤمنين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فيجي اتنين من اللي كان النبي بيألف قلوبهم في الإسلام يروح لسيدنا ابو بكر يقولوا له والله يعني ان في حته ارض فلانيه غير مستخدمه في الدوله الاسلاميه، يعني حته ارض يعني غير مستخدمه، يعني انا شايف يعني احنا شايفين يعني اكتب لنا ان الارض دي تبقى بتاعتنا احنا يعني. فسيدنا ابو بكر يعني يلاقي ان ما فيش مانع يعني حته ارض غير مستخدمه في الدوله يعني او في الارض الاسلاميه، يعني سيدنا ابو بكر يعني يلاقي ان حته الارض دي غير مستخدمه ما فيش مانع ان هو يالف بيها قلوبهم وان هو يعني يجمع بيهم يعني بحته الارض دي، فيمضوا له مع الكتاب اللي هم جايبينه له ان حته الارض دي بقى بتاعته بما ان هو خليفه المسلمين. فياخدوا الكتاب دوت بيقول لهم ايه بقى؟ يقول لهم اذهبوا، يعني يكتب لهم الكتاب دوت ويمضوا لهم عليه ويقول لهم اذهبوا لعمر بن الخطاب او لسيدنا عمر بن الخطاب ويقول لهم اشهدوا علي عمر، يعني خلوا عمر برضه ايه يشهد على ذلك. فالاثنين دول ياخدوا الكتاب او الوثيقه اللي هو كتبها لهم سيدنا ابو بكر ان الارض دي غير مستخدمه بتاعتهم، ويروحوا لسيدنا عمر ويقولوا له اتفضل يعني اشهد على ذلك ان حته ارض غير مستخدمه حته فلانيه دي تبقى بتاعتنا. فسيدنا عمر يتضايق ويتعصب ويقوم للكتاب ويمزقه ويمسك الورقه يروح مقطعها ويقول لا اشهد على ذلك، وهو يلاقي ان اصلا دول لا يستحقون هذه العطيه او هذه الهديه او هذه الهبه ما يستحقهاش، فيقوم للكتاب ويقطعه، يقوم للكتاب ويقطعه ويقول لا اشهد على ذلك. فدول بقى تخيلوا بقى يعملوا ايه؟ يرجعوا لسيدنا ابو بكر، يرجعوا لسيدنا ابو بكر
اللي هو امير المؤمنين وخليفه الرسول صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، يرجعوا لسيدنا ابو بكر اللي هو خليفه المؤمنين ويقولوا له بص بقى الكلام، كلام بقى اللي هو ايه يعني، كلام اللي فيه معنى. هم طبعا راجعين بقى بالبلدي كده عندنا دلوقتي اللي هو بيسخنوه يعني، فاهم ازاي؟ فيقولوا له ايه، والله لا ندري ايكم الخليفه اانت ام هو، والله لا ندري ايكم الخليفه اانت ام هو، احنا مش عارفين بصراحه مين اصلا فيكم الرئيس او مين فيكم يعني الخليفه فيكم انت ولا هو. فتخيل واحد زي سيدنا ابو بكر يتقال له كده، رده هيكون عامل ازاي على الناس زي دول؟ هو بيقولوا له والله لا ندري ايكم الخليفه اانت ام هو، فيرد رد يدل على نفس كبيره، يرد رد يدل على نفس عظيمه وعلى اخلاق عاليه جدا جدا جدا، يعني رد بسيط جدا جدا، ولا قاعد يتكلم كتير ولا اي حاجه، كلمتين رده كان عباره عن كلمتين بس بيدلوا على نفس عظيمه. يقول هو انشاء، هو انشاء، هما بيقولوا له وجايين يسخنوه وبيقولوا له والله لا ندري ايكم الخليفه انت ام هو، فهو يرد رد بيدل على نفس عظيمه، بيدل على نفس كبيره، يقول هو انشاء، يعني هو لو عايز. فابطل مشكله كانت ممكن تبقى ضخمه جدا وتبقى كبيره جدا 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 في الدوله الاسلاميه ساعتها، بس رد بألف معنى وكلمه بألف معنى. انا مش عايز اطول في الفيديو، اتمنى في نهايه الفيديو ان انتوا تكونوا استفدتوا منه، واتمنى ان احنا كلنا يعني نحاول نتحلى بخلق التسامح، والتسامح ده يا جماعه خلق عظيم والله، لو كل واحد فينا بس يتنازل شويه، يجي على نفسه شويه بس كده، يعدي حبه. يعني كان في بيت شعر بيقول ليس الغبي بسيد في قومه، ليس الغبي بسيد في قومه ولكن سيد قومه المتغابي، ولكن سيد قومه المتغابي، بمعنى الغبي عمره ما يكون سيد في قومه او يكون رئيس في قومه، لكن سيد قومه المتغابي اللي هو بيعمل نفسه غبي، اللي هو بيعمل نفسه غافل، ليس الغبي بسيد في قومه ولكن سيد قومه المتغابي. اتمنى في نهايه الفيديو ان يكون الفيديو عجبكم، ولو اول مره تزوروني في القناه يا ريت تشرفوني بالاشتراك فيها وتعملوا لايك للفيديو وتشرفوا في كل مكان وتحفزوني بتعليق كويس منكم، وان شاء الله نقدم لكم كل ما هو جديد وكل ما هو مختلف في قناتنا قناه فرهده فضفضه من غير فرهده.